خلينا نتكلم بقى عن برضو منتخب فرنسا والماتش اللي كان امبارح فرنسا والدنمارك، وفوز منتخب فرنسا بنتيجه هدفين مقابل هدف. مباراه كانت قويه جدا، وكده بنقول يعني تاهل لدور ال 16. طبعا مبابي كان متالق جدا، سجل هدفي فرنسا وكده تخطى كمان مبابي. لو هنتكلم بلغه الارقام، الرقم المسجل باسم اسطورتي هنا بقى الكره الفرنسيه عندك طبعا زين الدين زيدان وميشيل بلاتيني، ده يعني كده سجل تحديدا مبابي 7 اهداف مع منتخب فرنسا، وعلى فكره فرق برده مش كبير يعني عن ميسي هدف. عشان يتخطى زيدان وبلاتيني ب5 اهداف في تاريخ مشاركتهم بالمونديال. فطبعا ده تاريخ جديد بيتكتب مع لاعب كبير جدا طبعا فرنسي، وكده اصبح مبابي تاني لاعب بيسجل مع منتخب فرنسا 3 مباريات متتاليه في كاس العالم اصلا. يعني منذ اللعب لو هنرجع بقى كده بالتاريخ عندك جاست فونتين، ده كان في مونديال 1958 لما وصل وقتها الهدف ل 31 في مسيرته الدوليه كلها مع منتخب فرنسا. يعني فلا هو رائع بصراحة أرقام مبابي، عمالة وأرقام قياسية عمالة تتضرب وإحصائيات وناس منشغلة وفلوس بحاجات. مقابل الكلام طبعا، ده أمال إيه؟ أمال إيه؟ مليارات. طبعا.